الدكتور أحمد السيد، استشاري تأخر الحمل والحقن المجهري بالمركز المصري لأطفال الأنابيب، عضو الكلية الملكية للنساء والتوليد بلندن، زميل البورد الأوروبي لأمراض النساء والتوليد، عضو الجمعية المصرية للخصوبة والعقم. أهلا بيكم. الحقيقة لما بدأنا نقرأ ويكلمني ضيوفي عن تجميد الأجنة أو التجميد يعني كفكرة، أنا ذهلت. أنا أتذكر أول مرة بدأ الحوار قدامي التجميد ده بقى، بدأت أفكر هو فيه كده صحيح؟ والحقيقة كان معلوماته سطحية بالنسبة لنا إحنا حتى في مجال الطب، يعني إحنا بعيدين كل البعد عن التجميد ده في شغلنا. لكن بدأت أركز أكتر ومع حلقات مع مرور الأيام لقيت إن التجميد فعلا خدم تأخر الإنجاب خدمة جبارة. تجميد الأجنة اللي احنا شايفينه ده، والتجميد يعني مش بس خدم تأخر الإنجاب، ده خدم يعني المجوزين، لا ده خدم الذكور أو الولاد، يعني اللي جيلهم حالة مرضية يحتاج فيها الشاب إلى علاج إشعاعي أو كيماوي، جمدوا له الحيوانات المنوية، لأن الولد ده لما تعرض إلى علاجات قد تؤثر على الخصية، ما خلاص تموت خلايا الأم في الخصية، ده من ضمن المشاكل. ولو إن برضو لما نرجع بقى لأساتذة الأورام عشان ما يزعلوش مني، لأن ده مش كلام مش تخصصي، لكن لازم أرجع لهم وأقول لهم إيه الجديد دلوقتي في العلاج الكيماوي والإشعاعي اللي ما يأثرش على قدرة الرجل على الإنجاب أو الخصيتين، عشان برضو ما تجاوزش يعني. لكن مثلا البنت اللي دلوقتي مفيش عريس قدامها مش هتقبل بأي عريس، لا تستنى ما يجيلها العريس المناسب. ليه؟ ما هو في دلوقتي تجميد مبيضات ده، ولو هي بقى متعرضه برضو الإشعاع ولا بتاع والمبيض هيتأثر هتقدر تعمل تجميد. التجميد الحقيقه شيء مثير جدا ومهم جدا. النهارده ضيفي العزيز هيحكي لنا اكتر، لان التجميد ده أنا بتهيألي إن هو عامل زي الأفلام البوليسية، ففي إثارة كده وفي قصص درامية فيه. ضيف العزيز القيمة العلمية القديرة والاسم اللامع الأستاذ الدكتور أحمد السيد، استشاري تأخر الإنجاب والحقن المجهري بالمركز المصري العريق لأطفال الأنابيب وتأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الكلية الملكية لأمراض النساء والتوليد اللندنية، وزميل البورد الأوروبي لأمراض النساء والتوليد والجمعية المصرية للخصوبة وتأخر الإنجاب. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا دكتور. تجميد البويضات تحس كده انه موضوع تكنولوجي متقدم ومعقد، وفي نفس الوقت بيني وبينك في جانب درامي، يعني ما واحدة تكون مجمدة بقالها 5 سنين وخلفت في من 5 سنين طفلة، وبعدين قال ايه تاخد الجنين اللي متجمد من 5 سنين فتعمل بيه حمل تاني فيطلع الواد التاني بعد 5 سنين من الاولاني، وهما الاتنين عمرهم الجيني نفس اليوم. ده ايه الكوميديا دي؟ مظبوط. خلينا نقول ان تجميد البويضات ظهر على الساحة الطبية بشكل كبير في السنوات الأخيرة نتيجة انشغال الأنسات والسيدات بالحياة المهنية أكبر، فبدأوا نشأ نوع جديد من أنواع تأخر الحمل اسمه تأخر الحمل نتيجة السن Age Related Infertility. بمعنى ان الأنسة دي أو السيدة دي لو كانت اتجوزت أو حاولت تحمل بدري هي أصلا ما عندهاش مشكلة، لكن نتيجة تأخر سن الزواج أو نتيجة تأجيل الموضوع ده البويضات بتاعتها قلت في الجودة وفي العدد، فنشأ الـ Age Related Infertility أو تأخر الحمل نتيجة السن المتقدم. طيب في نوع، في كاتيجري تاني من العيانين زي ما حضرتك ذكرت، الأنسات أو السيدات اللي هيتعرضوا لأي نوع من أنواع العلاج الإشعاعي أو الكيماوي، العلاج الإشعاعي أو حتى عمليات المبيض. العلاج الإشعاعي أو الكيماوي بيؤدي إلى تدمير المبيض أو بيستهلك تماما المخزون المبيض اللي موجود كله. وهنا في نقطة مهمة جدا بنقولها للعيانين، اللي هي إن الراجل غير الست. الراجل الخصية عنده مصنع بتصنع حيوانات منوية كل 2-3 شهر، لكن الست المبايض هي مخزن، هي بس مخزنة البويضات اللي اتخلقت والسيدة دي جنين في بطن مامتها. فأي بنت صغيرة أول ما بتتولد بيبقى تقريبا عندها 2 مليون بويضة،
عند سن البلوغ يوصلوا 300 أو 400 ألف بويضة، وبتبدأ البويضات دي تستهلك بشكل شهري لحد تقريبا حوالين سن 37. الفقد في البويضات بيبقى بشكل كبير جدا لحد حوالين سن 40، أغلبية البويضات دي بتبقى فقدت. عشان كده كل التوصيات العالمية بتوصي أن عملية تجميد البويضات لو هتتعمل يفضل تتعمل تحت سن 38 سنة، عشان نلاقي عدد بويضات كويس وبجودة كويسة. ودي حاجة مهمة جدا، ودي الطريقة الوحيدة اللي السيدة ممكن تحافظ بيها على خصوبتها. طيب السيدات بتجمد البويضات ازاي؟ هي عملية حقن مجهري مقسومة نصين، النص الاولاني قبل الزواج للسيدات او للانسات او للمتزوجات اللي مش عايزين يخلفوا في الوقت الحالي. عملية حقن مجهري بنبدأ نحضر المريضة ونديها الادوية التنشيطية المعتادة، نتابعها فترة متابعة التبويض من 10 ل 14 يوم، ولما البويضات يوصل حجمها للحجم الناضج نبدأ نسحب البويضات دي بره الجسم. لو السيدة متزوجة بنسحبها عن طريق السونار المهبلي، ودي بتبقى حاجة سهلة. لكن المشكلة في الأنسات إن إحنا عايزين نحافظ على عذريتهم، فإحنا في المركز المصري بنسحب البويضات دي عن طريق إبرة عن طريق البطن، ما بنجيش خالص ناحية العذرية. بنسحب عن طريق إبرة، مش محتاجين أي، ما بقاش فيه أي جروح ولا فتح بطن، وبنسحب البويضات دي ونطلعها برا الجسم. تحت الميكروسكوب بنبدأ بقى ننتقي البويضات الكويسة وننقي بس البويضات الكويسة، وبنجمدهم في درجة حرارة منخفضة جدا جدا تقدر تحافظ على جودة البويضات دي لمدة 10-15 ساعة. طيب الجزء الثاني أو المرحلة الثانية، إن البنت دي اتجوزت وحاولت تحمل طبيعي، ولا نفترض انها جمدت بويضات عند سن 35 سنة واتجوزت عند عمر 40 سنة، حاولت تحمل طبيعي ما عرفتش، جات لنا قالت انا عايزة افك البويضات اللي عندكم. البويضات دي بنقول لها ان البويضات دي عمرها 35 سنة، وفرصتك في الحمل منها اكبر من البويضات اللي موجودة عند حضرتك دلوقتي، لان البويضات اللي موجودة دلوقتي عمرها 40 سنة، وبالتالي كفاءة البويضات اللي عندنا هتبقى احسن. بنفك البويضات دي بعد ما بنحضر الرحم بأدوية بسيطة جدا، وناخد عينة الزوج ننتقي منها احسن الحيوانات المنويه ونحقنهم جوه بعض ونكون اجنه. نعمل حقن مجهري. حقن مجهري، بقيه الحقن المجهري. بس حقن مجهري خلاص ما فيهوش سحب بويضات لانه اوريدي هي مسحوبه من قبل. بالظبط. اوكي. البنت هنا وهي عندها 40 و42 و41 تقدر تحمل عادي بهذه البويضه اللي عمرها 35 سنه؟ تقدر طبعا، لان زي ما قلت لحضرتك البويضه دي كفاءة وعمرا هي عمرها 35 سنة، وبالتالي هي كفاءة يعني جودتها كويسة جدا جدا، فممكن نسبة الحمل فيها أكبر بكتير من البويضة اللي موجودة دلوقتي اللي عمرها 40 سنة، فممكن تحمل ونسب النجاح بتبقى كويسة جدا. وهي دي الطريقة الوحيدة فعلا لحفظ الخصوبة. فهي السيدة أو الأنسات اللي ناويين يأخروا سن الجواز أو اللي متجوزين وناويين يأخروا الحمل، بننصحهم على طول ان لازم تجمدوا بويضات او تجمدوا اجنه لحد ما انتوا تبقوا جاهزين للحمل. الفتره الزمنيه للتجميد قد ايه؟ يعني مده الصلاحيه يعني تقريبا لا يعني هي مش مده صلاحيه، لكن الاجنه بتحتفظ بجودتها والبويضات كذلك تقريبا من 10-15 سنه. ودي فتره طويله جدا. طبعا ما يعني مش اكتر من كده هنعمل ايه يعني. بالظبط. يعني في 10-15 سنه ده فتره زمنيه كويسه اللي جدا، مش هيغير رايه في الوقت ده خلاص. مش بس يعني لو بدات يعني هل ممكن نعمل ده للبنت عندها 20 سنه؟ طبعا. ليه لا، بس لو هي تعرضت لكيمو. بالظبط. بالظبط يعني 20 سنه بدري شويه، لكن لو هي هتتعرض لعلاج اشعاعي او كيماوي دي لازم تعمل. لان هي لو بعد العلاج ده تقريبا مش هنلاقي اي حاجه باقيه في مخزون المبيض، فده مهم جدا للانسات مهما كان سنهم بقى. برضو لو في عمليات عنيفه مثلا اورام ليفيه ممكن تاثر على المخزون المبيض؟ يعني الاورام الليفيه لا، لكن لو في عمليات في المبيض زي مثلا اكياس البطانه المهاجره، اكياس البطانه المهاجره بتبقى ماسكه جامد قوي في نسيج المبيض، فلما بتتشال بتاخد من نسيج المبيض وبالتالي بتاثر بشكل كبير على مخزون المبيض. فدول برضو بننصحهم ان هم لو هيعملوا العمليه ويشيلوا الاكياس دي يجمدوا بويضات قبل كده. لكن الاورام اللي فيها لا، مش هتبقى ليها تاثير كبير. هو اساسا يعني الجايد لاينز بتقول ما تشيلش اكياس الشوكولاته قبل اذا كان هناك رغبه في الحمل. بالظبط كده، لانه المبيض هيتاثر. صح. فديت عشان برضو التهور اللي كان بيحصل في فتره ما، كيس شوكولاته يلا نشيل، طب وهي عايزه انجاب، لا دمرنا المبيض وسيتدمر. يعني في البيست هاند هيبوظ. مظبوط. مش كده ولا ايه؟ مظبوط. اذا
ده تجميد البويضات يختلف عن تجميد الأجنة؟ بما ان احنا النهارده بنتكلم عن تجميد البويضات بس يختلف عن تجميد الأجنة؟ هي كل الفرق ان احنا بعد ما طلعنا البويضات لو السيده متزوجه نفضل ان احنا نحقن البويضات دي بالسائل المنوي ونستنى التخصيب ونجمد أجنة. الحقيقه الأجنة قدرتها على استحمال التجميد والفك اكبر من البويضات. فلو نقدر نجمد أجنة يكون افضل، لكن الانسات ما عندناش اوبشن غير ان احنا نجمد بويضات. عظيم. في عندي بقى موضوع تاني مهم قوي قوي لازم نتكلم فيه بالتفصيل، هو تحديد جنس المولود. لماذا سنتحدث عن تحديد جنس المولود؟ اولا لانه انا من خلال متابعتي يعني الشيقه او بمعنى اصح اللصيقه لشغل الاخصاب المساعد، اللي اكتشفته ان تحديد جنس المولود دلوقتي هو نجم نجوم التواجد في اي مركز اطفال انابيب. صح مظبوط. لماذا هو نجم النجوم؟ طيب خلينا نقول ان تحديد نجم النجوم يعني لو دخلنا الريسبشن بتاع اي مركز اطفال انابيب هنلاقي جزء كبير من الموجودين جايين لتحديد جنس المولود. هو تحديد جنس المولود الحقيقه بيتم لاسباب طبيه واسباب اجتماعيه، لكن في معلومتين مهمين قوي لازم نقولهم للعيانين. اول واحده ان الطريقه العلميه الوحيده المعتمده لاختيار نوع الجنين او لتحديد جنس الجنين هو عن طريق الحقن المجهري. ليه بنقول كده؟ عشان السوشيال ميديا مليانه خرافات في هذا الموضوع. خربت السوشيال ميديا ده الواحد بيشوف في السوشيال ميديا دي كوارث، ناس بتخرف زي ما عايزه بالظبط، محدش رقيب. مفيش رقيب. ما هو انا جبت نزلت العتم جبت جهاز اللي بينور وحطيت الموبايل قدام او حتى صرفت وجبت كاميرا وحد صورني ومايك وطلع يا باشا محتوى وبقيت صانع محتوى وقلت اللي انا عايزه حتى لو قلت للناس اي حاجه تخريفيه عشان اختلف. هم حضرتك بيتكلموا عن توقيتات معينه للعلاقه او حتى وضعيات معينه للعلاقه او اكلات معينه ممكن تزود فرص الحمل في ولد او في بنت. الكلام ملوش واقع، حاجه مضحكه جدا بس هما بيعتمدوا الفكره بسيطه جدا ان هو لو حصل حمل الحمل ده يا في ولد يا في بنت 50-50 مش هتحمل في كرسي يا لا, ولد لا 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 يا ولد يا بنت. فهما بيعتمدوا لو مش هتحمل في زرافه مثلا لو 10 سيدات قروا الخرافات دي وطبقوها 5% خمسه منهم نصهم 50% تقريبا هيحملوا في ولاد وهيحملوا في يا سلام دول بقى يقول لك صدق ان انا مشيت على التعليمات دي وهو ده يبداوا يتناقلوا الخرافات دي عملا بالمثل المصري المؤذي اللي هو اسال مجرب ولا تسال طبيب. وهتبدا المعلومه تنتشر وبيصدقوها لان هم فعلا حملوا في اولاد. طب ما في الجزء الثاني ما حملش في اولاد، هي صدفه بس. فدي حاجه مهمه، دي اول معلومه لازم نعرفها للعيانين ان الحقن المجهري هي الوسيله الوحيده اللي ممكن نختار بيها جنس المولود. من دلالات التخلف العقلي المثل ده بالظبط. يعني لما اسمع حد بيقول المثل ده قدام ليه يروح هو قاعد كده يقول لك اسال مجرب ولا تسال طبيب، بقطع علاقتي بيه فورا. انا عندي كده قواعد يا جماعه معلش دي بتاعتي وانا ماشي عليها، في جمل معينه وتصرفات معينه اللي يعملها قدامي بقطع علاقتي بيه فورا. ما بيشوفنيش تاني، ما بيردش على تليفون. بس هي ممكن تيجي في حاجه بسيطه، حد عنده دور برد اشرب حاجات دافيه، حد لا 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 المثل ده ياما ضيع ناس. بالظبط يعني ياما ضيع ناس بالظبط. في حاجات كتيره بقى في ازمه قلبيه بالزبط. انا بكلمك على حاجات بقى ايه فيتال يعني يعني الناس راحت بسبب اسم مجرب ولا يسأل طبيب بالظبط كده. طيب المعلومه الثانيه المهمه اللي لازم نعرفها للعيانين في اختيار نوع الجنين ان احنا ما بنعملش جنين ولد او جنين بنت. احنا بنعمل حقن مجهري وبعد ما بنحقن البويضات بالحيوانات المنويه ونستنى التخصيب الاجنه في اليوم الثالث بنبدا نختبر الاجنه دي عشان نعرف هي ولاد ولا بنات. بمعنى هل ممكن نعمل العمليه وفي الاخر ما نلاقيش ولاد؟ ممكن. طب هل ممكن نلاقي ولاد ونحطهم جوه الرحم وما يحصلش حمل؟ ممكن. فاحنا ما بنعملش اجنه عشان ببساطه لما نيجي نختبر الحيوانات المنويه عشان نعرف هي اكس ولا واي لازم نصبغها، فكده باظت ما نقدرش نشتغل بيها. فاحنا بننتقي احسن البويضات واحسن الحيوانات المنويه من غير ما نعرف الحيوانات المنويه دي اكس او واي، يعني بنت ولا ولد. ونحقنهم جوا بعض ونستنى التخصيب، والاجنه الكويسه بس فيها هي دي اللي هنختبرها عشان نعرف ولاد ولا بنات. فلو افترضنا ان المريضه او العيانه مثلا اختبرنا 10 اجنه، بنبعت عينات في اليوم الثالث من الاجنه لمركز متخصص جيني بيفحص الاجنه دي جينيا ويجي يقول لي الجنين رقم واحد ده ولد، الجنين رقم اتنين ده بنت، الجنين رقم تلات جينات وحش. فلو عندي مثلا افترضت 4 اجنه ولاد
باخد واحد او اتنين منهم احطهم جوه الرحم واجمد الباقي. دي الطريقه الوحيده لاختيار نوع المولود. اذا ده المعتمد، لا يمكن فصل مثلا حيوان منوي الذكري من الانثوي. ممكن فصله لكن لا يمكن استخدامه. يعني ممكن نفصله، يعني ممكن نعرف حيوان منوي ده اكس ولا واي، بس مش هنقدر نستخدمه. طب ايه الفايده؟ ملوش لازمه. ملوش لازمه. يا فرحتي. يا فرحتي. يفيد هذا الامر ايضا في استبعاد الامراض. اكيد. بص حضرتك، هو الاختبارات الجينيه للاجنه مجالها واسع جدا جدا، وزي ما قلت لحضرتك في دواعي طبيه كبيره قوي بنفحص الاجنه دي جينيا. فحص اللي هو فحص الوراثي. الفحص الوراثي. هي بنفس الطريقه، بعد ما بنكون الاجنه بناخد عينات منها ونفحصها وراثيا. بدل ما بنعرف الجين بتاع الجنين ده اكس ولا واي، ولد ولا بنت، بنفحص جينات تانية زي الجينات او الكروموسومات اللي بتؤدي الى مثلا المرض الشهير اللي هو الداون او الطفل المنغولي. في امراض جينيه او امراض وراثيه كتيره بيبقى مثلا الزوجين عندهم مرض جيني معين موجود في الابناء. فبنفحص الاجنه دي جينيا عشان نستبعد الاجنه اللي فيها الخلل الكروموسومي او الجيني ده، ونحط الاجنه الصحيه بس. وبالتالي لما يحصل حمل يحصل في جنين صحي وينتج عنه حمل كويس. وخصوصا ان بعض الاحيان انه في امراض وراثيه بتورث للذكور. بالظبط كده. ما هو ممكن نعمل اختيار نوع الجنين عشان نستبعد مرض جيني موجود في الذكور بس. وبالتالي نختار بنت او العكس. فهي زي ما قلت لك في دواعي طبيه وفي دواعي اجتماعيه. لكن هو الاساس طبعا هي الدواعي الطبيه. سؤال بقى اعلامي، لما يكون اللي بيستضيفك مذيع بقى مش دكتور، تلاقي المذيع راح يعمل، هل تحديد جنس المولود مضمون 100%؟ مضمون 100%؟ يعني نقدر نقول لجمهورنا، جمهورنا اللي قاعد بيتفرج علينا انه مضمون؟ ده سؤال اعلامي. مفيش. عارف الاعلام لازم كده يبقى سسبنس. مفيش حاجه مضمونه 100%، لان زي ما قلت لحضرتك احنا ده مش سؤال طبي. مفيش حاجه في الطب، ما ينفعش اسال في الطب يا جماعه حد اقول له حاجه 100%، مفيش في الطب 100%. بالظبط. لكن برضو جدير بالذكر ان اغلبيه اللي بيجوا يعملوا تحديد جنس المولود بيبقى ما عندهمش اصلا مشاكل في تاخر الانجاب. وبالتالي فرصهم في الحمل كويسه. لكن زي ما قلنا ساعات بنختبر اجنه ما نلاقيش فيها اولاد خالص، وساعات نلاقي اولاد ونحطهم جوه الرحم وما بيحصلش حمل. لازم اراده ربنا في الموضوع، ما نقدرش نعمل جنين ولد كل حاجه اراده. بالظبط. وما نقدرش نضمن ان الجنين الولد ده لو لقيناه انه هيحصل حمل فيه. انتوا عارفين يا جماعه ان الحقن المجهري ده رغم انه يبدو علم بقى متقدم جدا والى اخره، الا ان اللي بيشتغلوا في الحقن المجهري بيشوفوا قدره ربنا وارادته بتتحقق في الاشياء. اكيد. وبتيجي من يعني من غير متوقعه خالص، وفي حاجات واضحه وسهله وباينه انها يعني جنين 100% وسن صغير ما يحصلش حمل، وناس متقدمين في السن شويه ومش عارفين ويحصل حمل والجنين ويكمل وتمام التمام. فانتوا بتشوفوا الحاجات دي بشكل واضح. اكيد طبعا. هو عشان يحصل حمل انا محتاج جنين كويس وبطانه رحم كويسه، وهنا الفرص الحمل هتبقى كبير. لكن ساعات كتيره بنحط اجنه جريد اي، يعني جودتها عاليه جدا والرحم كويس جدا جدا وما بيحصلش حمل. وساعات سيده يبقى سنها كبير والبويضات بتاعتها مش كويسه والاجنه اللي نتجت عنها مش كويسه، وبنبقى حاطينها واحنا عارفين ان نسب النجاح قليله جدا جدا، وربنا يأذن ويحصل حمل. فهي مش كل حاجه في ايدنا، احنا بنعمل اللي علينا، لكن حدوث حمل على بالظبط كله بامر الله. بالزبط. المهم ما تفتيش حضرتك او ما تفتيش حضرتك او ما تفتوش عموما حضراتكم وتقولوا جمل ملهاش معنى بسابق خبرات محدوده خاصه بيك انت في سيتويشن ليك انت في ظروفك انت، وتعمم هذه الظروف للكل وتقول الجمله المشهوره اسال مجرب ولا تسال طبيب. هو انا يعني ابقى عندي مشكله لو مثلا طبيعتي اي حد يقول جمله زي دي او في بعض جمل تانية برضو اقطع علاقتي بيه؟ يعني انا كده اوفر؟ يا ريت كلنا نعمل كده فعلا. انا مش انا مش اوفر. طب ما يسال طبيب اسهل. لا 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 انا بكلمك عن نفسي. انت ايه رايك؟ لا ده شيء جميل. يا ريت والله يا ريت كل يعني كلنا نعمل كده، نقطع علاقتنا باللي بيفتي في حاجه مش مجاله. ده شخص مؤذي طبعا. جدا. انا اي حد بيتكلم في الطب ما يكونش دكتور وبيفتي بيقول اراء وبيتكلم كده خلاص بحطه انا في البلاك ليست. يعني طبعا ما بقولوش انا قطعت علاقتي، بس في الغالب ما بيبقاش صديقي بعد كده. يعني ما هو ما بيبقاش صديقي قبل كده، بس لو في اول مره او تاني مره نشوف بعض خلاص ما فيش. كونت انا كده فكره أوفر. عنه لا مش اوفر خالص. مش اوفر انا بالعكس. اصل انا بحس ان انا ساعات اوفر. انا مثلا انا في مسلسل في رمضان اللي فات اللي كان بيتفرج عليه كنت بقطع علاقتي بيه، ده انا كده اوفر؟
ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور احمد السيد، استشاري تاخر الانجاب والحقن المجاني بالمركز المصري للاطفال الادبي وعضو الكليه الملكيه للنساء والتوليد وزميل البورد الاوروبي لامراض النساء والتوليد عضو الجمعيه المصريه للخصوبه والعقد. نورت الناس الحلوه. شكرا لك يا ايمن. طبعا انتوا بتفكروا مين المسلسل اللي كلنا عارفينه يمكن مش هو. خليكم مع الناس الحلوه.